واعتقد برضو من الحاجات المهمه جدا على الساحه الدوري الانجليزي وكلمه البريميوم ليج وهدف محمد صلاح امبارح والاسيست الاثنين اللي عملوا الاكثر من رائع حقيقي اللي ما فيش صحافه يعني او جريده انجليزيه تحديدا لو هنتكلم عن الصحف الانجليزيه لم تتحدث عن محمد صلاح بالامس. كانت عناوين كثيره جدا يا كريم طبعا. واللي يتكلم يقول لك صلاح يصنع التاريخ واللي يقول لك صلاح يصنع التاريخ للمره الخامسه على التوالي. يعني كان امبارح في فخر كبير جدا واعتقد مش بس الصحافة الإنجليزية الصحف أيضا المحلية والعربية ويمكن العالمية تحدثت عن محمد صلاح والتألق اللي كان امبارح بصراحة بيشهده. خليني أقول لحضراتكم يعني سريعا كده ما قيل ده إن أديشن زي ما بيتقال أو بالإضافة للتغريدة اللي عملت يعني جدل كبير جدا امبارح برضو على السوشيال ميديا من الوكيل بتاع محمد صلاح اللي تحدث فيها كده تحديدا وقال بعد الجول اللي أحرزه محمد صلاح امبارح هو قال لك إيه بقى رامي عباس طبعا وكيل محمد صلاح قال I hope they are watching. يعني بص جملة أو من أربع كلمات بس أثارت جدل كبير جدا جدا. ده ياخدنا لمثلا الميل أونلاين جريدة تحدثت كده العنوان فيها كان محمد صلاح's agent post cryptic I hope they are watching tweet as the Liverpool star scores and assessed against Norwich. هما بيتكلموا إن يعني التويتة بتاعت رامي عباس الايجنت بتاع محمد صلاح كان فيها تويتة مشفرة إلى حد ما كانت مشفرة لما بيتكلم I hope they are watching وكانت التفسير بتاعها كريم قال لك هي رسالة موجهة لإدارة الريدز اللي لم يعني تجدد عقد دلوقتي محمد صلاح حتى الآن رغم القيام بتجديد على فكرة عقود لاعبين كتير جدا في الفترة الأخيرة. فده التفسير اللي البعض فهمه أو فسره من قبل التويتة بتاعة رامي عباس. وأعتقد برضو مشروع محبي محمد صلاح إن هم يعني يضموا صوتهم لصوت رامي عباس. بس كان امبارح يعني بجد حاجة تدعو للفخر حقيقة لما تشوف رايت كتيرة جدا العناوين بتاعتها تتكلم قد ايه محمد صلاح ده صانع للتاريخ حقيقي. فيعني شيء كان مشرف. خليني اقول لحضراتكم كده برضو بالارقام محمد صلاح مفروض ان هو افتتح اهدافه في الدوري الجديد بعد ما سجل يعني تسجيل صاروخا في شباك زي ما بيتقال نورويتش سيتي عند الدقيقة تحديدا 73. ماتش كان جميل جدا بداية موفقة جدا. ولكن خلينا نقول برضو الترتيب لحضراتكم ترتيب الدوري الانجليزي الحالي. احنا بنتكلم الاول مان يونايتد وتشيلسي وبعد كده ليفربول دول الاول ثلاثة. فبالتوفيق صلاح بس حاجة مشرفة للسنة الخامسة او الموسم الخامس على التوالي ده يحصل يمكن يعني نادرا ما شفنا حاجة زي كده. فاعتقد ده شيء مشرف. ما هو نادرا ليه؟ لان احنا بنتكلم على شخصية رياضية استثنائية وايقونة من ايقونات كرة القدم بالمعنى الحرفي للكلمة. احنا بنتكلم على محبوب العرب وفخرهم، نموذج مشرف ومضيء للشاب المصري المجتهد الموهوب اللي بيشتغل على نفسه واللي لما بيتحط في الظروف والملابسات الملائمه والمناسبه بتتفجر طاقاته وبعدين ايه بيبهر العالم بالمعنى الحرفي. احنا مش كل يوم والتاني بيكون عندنا شخصيه عربيه بشكل عام مش بس مصريه تكون هي محور رئيسي لحديث او احاديث العالم كله رياضيا وفي عالم كره القدم بصفه خاصه. طبعا شيء مشرف.